بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد من محافظة الغربية. يعني قصة شهامة جديدة من شباب ومن أحد شباب محافظة الغربية. معانا محمد، يعني دي مغامرة أو حكاية هنعرفها منه بعد قليل اللي هنتعرف به في الأول. ازيك يا محمد؟ ازيك يا وسيم؟ الحمد لله. ايه القصة بقى؟ احكي لنا ايه اللي حصل؟ القصة حضرتك اللي أنا كنت رايح مقدم في مكتب عقد سنتين في الإمارات، فالمكتب دوت كان طلب مني 70,000 جنيه. الحمد لله أنا استلفت ال 35,000 جنيه الأولانيين وكده، ورحت حضرتك المحلة بيهم وكده، قلت حضرتك الشنطة ديت. المهم رحت الموقف بتاع القطر وكده، لقيت ست كبيرة كانت عايزه تركب القطر وكده، فبتقول له النبي يا ابني تعالى، ايه تعالى شيل الحاجه ديت وكده، اللي هي قعدها الرصيف الثاني بدل ما تخش النفق. تمام. فحضرتك قمت انا نزلت القطر قبل ما القطر يجي بدقايق يعني، خدت حاجتها وديناها البر الثاني يعني وكده. المهم عديتها على الرصيف الثاني. المهم القطر هو مش بتاعي يعني، القطر بتاعي هيجي الساعه 7، مش ده مش بتاعي، القطر ده مش بتاعي. تمام. المهم حضرتك الست جت، فاول لما القطر جه حضرتك الست ما لحقتش تركب، فالناس كتير بقى حضرتك انت عارف قطر وكده وناس كتير وجدا. المهم حضرتك انا واخد بالي منها لان انا مساعدها من الاول يعني، حتى لو اي واحد غيري انا كنت هساعدها. المهم انا واخد بالي منها يعني، ما فيش 20 متر انا بعدت كنت عنها مركز شويه، معاها. كنت مركز معاها عشان تركب بسلام وكده. فالمهم حضرتك القطر جه، فاللي مش معرفتش معرفش تركب، فراح تركب بقى رجلها الشمال اللي حضرتك نزلت ما بين الرصيف يعني العجله بتاعت القطر، ما بين الرصيف وقضيب القطر، نزلت رجلها الشمال ده نزلت. ما بين القطر والرصيف. خلاص نزلت، لها رجلها اتقطع خلاص بقى او هتموت. المهم انا شفتها، اقسم بالله اقسم بالله هذا حصل، اقسم بالله هذا حصل. الشنطه اللي بتشهد عليها وبتتكلم يعني، الشنطه كانت فيها 35,000 جنيه. الشنطه انا رميتها يعني، كان معايا ورق حضرتك، الورق اللي معايا كان حياتي كلها، جيش، شهادة الجيش بتاعتي والدبلوم جواز السفر، كل حاجة، حياتي كلها في الورق، أصلا حياتي كلها في كل حاجة أصلا كده، لو كان راح أنا ما كنتش هسافر بره مصر. المهم حضرتك أنا رميت الحاجة دي، أقسم بالله رميت الشنطة ورميت رميت كل حاجة، قمت أنا رحت أنقذت الست وشلت وقمت أنا نازل موطي قبل ما القطر يدوس على رجلها اللي هو خلاص هيفرمها يعني. المهم انا شلتها كده، الست ديت لو كانت يعني دوبك لو نزلت سنه كده كنا احنا الاثنين نزلنا تحت القطر وموتنا يعني، فاهم؟ كنا احنا الاثنين هنموت. في خدت المشهد ده يعني اكيد بيبقى واقف على الرصيف كتير جمهور ناس كتير، حضرتك انت كان رد فعل الناس ايه؟ حضرتك الناس كانت عماله اللي هي تركب وخلاص، سابوا الست خلاص اللي الله يرحمها يعني خلاص كانوا فقدوا الامل يعني. خلاص يعني، الناس اللي كانت واقفه في القطر المحله هي يعني دلوقتي المحله كلها عارفاني دلوقتي يعني، الحادثه دي فاهم؟ كانت على محطه ايه؟ على محطه المحل. على محطه المحل. ايوه تمام. طيب طيب هو الموضوع كله حضرتك حصل في 3 4 دقايق، لان القطر كان ماشي، بس كان ماشي اللي هو كان هيتقدم بقى يمشي بقى، فاهم يعني؟ خلاص خلاص ماشي بدأ يسحب بدأ، وخلاص القطر ما بيقفش حضرتك، القطر فاهم، قطر ما هو مش يعني. بقى. انا اقصد في الحكايه دي القطر سحب على طول خلاص ولا خلاص بدأ يسحب لو سنه بدأ سنه؟ يسحب سنة سنة، فرجلها الشمال بقى نزلت، فأنا خدتها في حضني بقى وقمت أنا راجع حضرتك زي ما حضرتك شفت الفيديو المنشور عندي على الصفحة، وأنا بنزل بقى أقسم بالله يعني، الناس اللي عمالة بتقول لي أنا خدت البطاقة حضرتك، البطاقة حضرتك زي ما أنت شايف كده خلاص دي من كده، اثار ال وأنا وقعت وجيت في الشمال دوت باخد على جلسات والله كريم ودهان موف ده وكده يعني. والناس بتدعي لي، وفي ناس بعض الناس يعني حضرتك بتقول لي انت خدت مقابل. هي اولا هي اصلا بتباع خضار في المحل، اصلا الحاج ده بتباع خضار في المحل على قد حالها. على قد حال، حتى لو والله العظيم حتى لو مليونير الواحد بيجيب الخير بيعمل الخير وما بياخدش منه حاجه. مش منتظر حاجة. يعني دعوه حضرتك، بس دعوه اي ام دلوقتي، وانا سالم كويس قدامكم، اي دعوه ام دلوقتي يعني بمليون جنيه والله. يعني ما حدش جري معاك يساعد يشد. لا الناس كلها بتجري حضرتك عشان تركب القطر. طب واللي واقفين على الرصيف كان ردود فعلهم ايه؟ الناس اللي في ناس كان عماله بتشكرني وعماله شايف ربنا يصلح حالك يا ابني، وفي ناس نزلت سابت القطر، سابت مشوارها اصلا
ومش عارف ايه، بس في ناس بقى لقيتني تضحك حضرتك، كان ازاي؟ في ناس بيضحك عليا عشان انا وقعت. ما انا لما جيت وقعت على رجلي، رجعت وقعت على ظهري كده لما البطاقه بتاعتي اتكسرت، لما بطاقتي اتكسرت في ناس كان بيضحك على الوقعه، فاهم؟ مش عارف دمك بقى كانوا يعني سابوا الموقف ده كله واللي انا كنت هموت بشاعته وركزوا في حاجة تانية. وركزوا في حاجه اللي انا، وفي ناس تانية طبعا اللي نفس رد فعل الست، فضلت تحضني تقريبا 4 دقايق كده وتعيط. خدتها بقى وقلت لها والله انا متركبه القطر ده، حلتها عليها وقلت لها والله انا متركبه. طيب انت دلوقتي الست يعني حصل لها اي مكروه؟ لا الست كويسه الحمد لله ما فيش الحمد اي لله، راحت اصابات. اسكندريه تقريبا هي، مش يعني انا كويس اهوت والست كويسه. تمام الحمد لله. يعني ايه مصير الفلوس اللي كانت معاك بقى؟ حضرتك ده نص العقد بتاعي، يعني انا دلوقتي وانا بتكلم معاك ورقي مش معايا، ورقي في القاهره، فاهم؟ يعني انا ورقي وفلوس، الفلوس كلها في القاهره دلوقتي خلاص بقى، لان انا مسافر الاسبوع الجاي، اصلا رايح الامارات كمان الاسبوع الجاي، رايح يعني تشتغل في الامارات ان شاء الله. ان شاء الله يعني رايح الامارات. ما فكرتش في اي حاجة وانت يعني بترمي كل ده؟ لا انا شفتها امي بقى، شفتها واحده فلسطينيه، شفتها امي خلاص بقى، ربنا هيقلي لي كده في دماغي لقيت امي، سبت ورقي وخلاص. وبعد حضرتك انا كنت رايح ميت اصلا، فاهم؟ انا كنت رايح ميت، فاهمه؟ يعني هي بقى لما كانت في الموقف ده، يعني شفت، يعني هي شافت المشهد ده ازاي؟ ما قالت لكش حاجة؟ ما اتكلمتش معاك بعد كده؟ لا ده انا خدتها انا حضرتك لما فضلت اعيط في حضن 4 دقايق تقريبا، وخدتها بقى وما ركبتهاش قطر خالص، رحت ركبتها على حسابي من سيرفيز من المحله اسكندريه، قلت لها ما ركبتش راكبه قطر. ما عرضتش عليها انك توديها مستشفى تطمن عليها الكلام ده؟ لا لا هي كويسه، هي بس القصه كلها الخضه بس حضرتك، خضيت اصلا يعني انا اصلا، فاهم؟ خضيتها. رحنا قعدنا شربنا عصير من الصياد في المحله والدنيا جميلة، والست راحت البلد بتاعتها، وتقريبا أنا لو منها أنا مش هرجع المحل تاني. ما خدتش رقمها؟ لا حضرتك يعني هي ست هي من محل، يعني أنت فاهم الناس الكبيرة اللي ما بتمسكش تليفون زرار أصلا، يا فاهم؟ مش معاها تليفون ولا الكلام ده كله. لا حضرتك يا رب. هو اللي هو حصل في فيديو، أنا بقى أنا رحت لقيت الكاميرات جابتني بتاعت المحطة بتاعت المحلة، لقيت صاحبي منهم بقى، لقيت الدنيا مقلوبة يعني، والناس تشكرني والناس في البلد عندنا في حال زيادة تشكرني. الأسرة هنا عرفت الحكاية دي أم أول واحدة، إزاي بقى القصة؟ أم حضرتك قالت لي ارجع ارجع، ما انتش مسافر، ارجع سيبها الفلوس عرفت إزاي؟ من على النت، شافت النت، هي شافتني بقى، شافت هيئة جسمي شافت اللي على في حتة. لما رجعت والدتك قالت لك إيه؟ امي بقى ما كلمتش مع امي، عماله بتحضني وتعيط، اللي تمسك جسمي بقى من اول لاخر كده، تطمن عليك. من اول راسي كده لحد رجلي، تمسكني بقى، انت كويس يابا، انت كويس يابا. دخلت انت حضرتك صحيت بقى لقيت الفيديو منتشر في المحله، وفي المحله بالذات اصلا يعني. تمام كمل يا محمد، كمل معانا. سألتك بقى للناس دي يا محمد، كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي كلهم ايه؟ حضرتك يعني انا اشوف اي حد يشوف اي حد مكاني كده، مش يعني اي حد مكاني كده يشوف، لو مشكله تافهه هي ممكن تكبر، مشكله تافهه وممكن تكبر باذى باي حاجه، لان المشكله الشيطان بيكون راكب الواحد، فاخش حلوها بدل ما تتفرجوا وخلاص تسيبوا الناس اللي يروح يروح واللي يتعور يتعور، خش شلوه. تمام. بس انا الناس تعمل حاجه بس خير وخلاص، وما بدون مقابل، ما عشان ربنا، بس عشان خاطر ربنا.